أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكني يعصانا ربي، يعصى ربي حقيقة، يخدم الذنوب، يخدم المعاصي، ولكن يثوب، يثوب وقيس على الحق. هذا يرجو، أشار يرجو، هذا يرجو المغفرة سيدي ربي، هذا يرجو العفو أكد السماح سيدي ربي. نقطة يقص دفكر شوية الحقيس على خطر مين النبي عليه الصلاة والسلام شو غدي ينادي الحديث الصحيح، يناد كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولاش العبد نغلظ راه ياكل عباد دخل قرب بيخد من الذنوب مذنوبيث، ولكن انويك حمل ربي سي المذنوبين ذو قادي ثوفن. تلقى نقطة مهمة باش يونس قرار ما لا يغلظ يذنب وسي قرار ذاين خلات في اللي لا الى يزمر ذي يغال سبيل ربي اي ظلف التوبه وذي يرجو المغفره سيدي ربي ويسعى الحق ذي يرجو خاطر ربي سينا نرجو. طيب في الليل وفي اللاية يناد ربي القران الكريم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. شو المعنى يس سيدي ربي يتخاطب وقاذ يعصان وقاذ إلى المذنوبيث وقاذ يعمر اللثام ثم قرانين يخاطب ثنس اللغة العبودية إليس قل يا عبادي المعنى يسغس عصان ربي وسنكسار ربي الصفاقين العبودية باللي ذي العباد سيدي ربي المعنى يسر رسالة من كوني ونسعى على الحق وين كن يغلظن اثنسوف اصير رحمه ربي اسينك شيني ذاين غير ايس ونسعى على الحق نسشم لايس لايس تقول ونقم ذانا اكني فغوي الا ولو كان ذيلي مسرف في الاثام. شو المعنى المسرف؟ المعنى يسيخدمك الذنوب ذنوب تصل لان قال لان لانت مشطاح لانت مقرانين لانت تلماسين تقاد زاين تقاد خفيفن اكني فغو يخدم ولكن العبد ذوري سعار الحق هذه السيس العبد سر رحمة ربي. إذن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم خطر ظهر كلمة نسن في الحقيقة لا تقنطوا من رحمة الله ربي خطب وقذاقي إقلال إيه مذنوفيث إن يسو تسيس ثار سر رحمة ربي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. المعنى يس ربي هذه السمحاك الذنوب غفينا يثوفا وين ديوغان ربي سبحانه عز وجل ربي سيعفوك الذنوبيس إناد إنه هو الغفور الرحيم. يفقنا غد يعني اسمونيس بارمي اسمون سيدي ربي ذي الغفور ذي الرحيم يسعى المغفرة يسعى الرحمة تجد يوث الله. كذلك قد نغال الحديث النبي عليه الصلاه والسلام يؤكد الا ندير القران الكريم ينادي الحديث الذي رواه الامام مسلم ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. المعنى يس ربي سبحانه يفتح ثبوتنا الرحمه ذكير طول قيض يوين يعصان ربي ذقزال نغذقواس ويفتح ربي ثبوران الرحمة أكون المغفرة ذقزال نغذقواس يوقذ يعصان ربي ذقيض خطر معاصي كل يوم نمشي يعصى ربي وذقيض وذقواس يفغى غدين في عصاته السلامة غدي الصفرح أدي قار ثبوثن الرحمة تفتح أش 24 على 24 ساعة باب الرحمة مفتوحة وثقي ثماثن ذي التيسير ذي الدين النغ الحمد ربه نشكر. لذلك يا ثماثن سيدي ربي نغ في التوبه ما كانت سلامي الحديث باب التوبه مفتوح وثحواج دارا اتصحضر ولا ذيون وين ثوفان سيني يا ربي سمحي هذي رزولي سينكسر وذي يندم وذي يعزم اسيني ربي ذاين اتجاوك تيفركانين تيفركاني خدمه انتجاو مما يقول كيخدم يعني العزمه كي تقوليس ازكى ما يغلفيت الشيطان يعاود يغلظ باد بروبلام ما ذي غلر سيدي ربي سيدي ربي يقفل
خاطر قيم الحديث القدسي العظيم شو ديننا إن إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي الميبض إناد من أقبل إلي تلقيته من بعيد ومن أعرض عني ناديته من قريب إنك ربي ماذ ونكني فعذ فلي أسي السوال رب أسي قارو غالد سافري ذي المستقيم ماذ ونكن ديو غالا ولا بعد 60 سنة المعصية سيدي ربي إنك تلقيته من بعيد يقفليث إن اسم رحبة وسنرى سيد الروطار إلى قايث عفظ اسمي سيد 13-12-14 سيقواسن مرحبا من الميذك يعجف أهلا وسهلا وقيد ربي سبحانه الغفور الرحيم الودود يوكي قس عن أسماء الجمال لترغب في العودة السريعة إلى طريق الدين إلى طريق الله الحق إذن أيث مثلا ثم سلتاقي من التوبة أسفك ذاغ شوية الوقت ما زال الشطح كان في اللاس أد نهضر ذاغ ميد نهضر ثلاغ بليس ربي سبحانه يفتح ثبوث التوبة يفتح باب الرحمة وباب المغفرة يناياغد كذلك الدين النغ وللا قارني لين مصرين ومجاهرين شو المعنى يس يون ما لا يعصى ربي وللا قار يجهر بالمعصية أذيس مادام ربي يصر هذي صار يمانيس أدن في مثال مثال في رمضان يخيلوا قد يستنى رمضان ولكن لن دو كاتيجوري وقد يستنى رمضان سين كاليتي واث إلا والكاليتي شهر رمضان سرا ولما يخدم يديك دي الخدمة وستفق ضارة باش هدي فقن باللي يوزان اوه حين ساقي ذي طيج حين ساقي حمل حال إنساني سواء نرمال ورفاد ولو ولكن معلش سما كين ضايحيني باللي انك تزلخ انكيني تزمخ يصر إيمانيس يعني يعصر بي ولكن يصر إما تفضي وان الكاليتي وايض يعصر بي ربي صريث انت يفضح إيمانيس ميكي ولا غادي يجي في الدخان محسوباني هنا هكاش ما تقول هاك انا مي راح براحتك الله يعينك الشيطان يعينك باسكو شي ربي تعاون ندير له مرايه فهاد بروبلام مقل النهايه مقل ثم ديث حتى الصباح يث بات بروبلام الساعه ديال كنت ريث مديث ماشي ريث مديث النوع ما كي ذريث اي غير ذريث على خاطر اماكن المجاهر بالمعصيه اماكن يتحدى الله سيقري هوي والتحدي لا لا الضعيف يا عجبه يا حسره واش يكون العبد الضعيف ربي القران الكريم يدو خلق الانسان ضعيفا اللي كنت تحرك تغمستيس تغمس تحرك دقيض ايه هذه ظول يظني في قرا من الماء من المية هذه شرقيه طيش نغربي 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 اذا غانت ذاك اش مصيبه وحده اخرى وكذا هذه ثوف لا اله الا الله محمد رسول الله معليش حل اقل ربك يسرا ورفض حريمانيك إذن المجاهرة بالمعصية ذي الحاجة يرفض سيدي ربي وكذلك صحيح حكمة عقلية العبد اللي عصان ربي يصر إيمانيس بيك غادي ثوب يسهل إما إلا يفضح إيمانيس هذه غادي نحشام أسيث ولكن فهو ظلق مادام يفغوا ورذايان بلي الفلاني يفغي ورذان نثان سيلفوسي غروايض هذه عتسف إيمانيس بلاك سيجاز دكشم الشيطان سينك شيني هاو سيتروطار غاس وغال سبري ذي ثلاث لذلك بعض الناس اللي تابوا متأخرين الشيطان تجري ذسم خطر سمحوا لي مليحة يثماثنا هم ذكاوة المعنى مهمة نسايك شوطنا غيوني يرفري ذاك الملا وقاذن نتظلر تشقعنا سند الشيطان مشطوح كابورا لغي كمشطوح وما ذي هناك نار دين الله أكبر السينا ساقي الدسي دي غداين أضروح هاد دوشا غاتزيز لي غيمانيو أضروح الشيخ نغل بعض المؤمنين أي استعلم فظليث هادي أكد الله كبر أسد شقعان الشيطان وايض يسعان القرى دام قرآن باش إلا قولي شم تظليث ينسى عاس روحك باش أسي ثوال سيفين ذاين الشيطان وجامي الشيطان ثاني يدس ذا شو الفرق مي قلو يتزلارا الشيطان مشطوح يكفي مي اسمي فظليث أسد شقعانيون الشيطان والعياذ بالله يسعى القرض من القران باش يفتنوا في دينه باش يدي الترويه باش يخرب كل العباده والعقيده ينس بعد روى وان ما يثبت الله يبارك مولاي يثبت ثلاثه في الناس لذلك يروى ان
يون ومسلاي جثي ضربي سيدنا موسى مي يختم التوراة بارمي مسلاين اكيس ديجا 50 مسلاين يون سيسن الى لا تدع محاربه الشيطان ما دام روحك في بدنك فانه لا يدع محاربتك ابدا ان يس الى قتل ضد الحرب مع الشيطان ما دام الروح اتسان ذي الجسدين يعني ما دام مرث مضاره ان يس خطر انسان وكي تسجر ترانكيل وريس على الكونجي وريس على جورني فيري دائما يوجد بيناتهم لا رولاف تلا اش 24 لذلك زركاني والميديكال كان الصباح سيدي الصباح اكن هذه سي الاذانه بيد ياسر غورس هذه اللي عاوزه يفرغ سيد سواسوا اكن راه يدن الشيخ اش دياوي ونقيضاس غايه كاع هذا الشغل يسدينا يا جماعه الخير ذنتسا ذنتسي اللي يخدم الدين طيب ومن بعد سير ماذا العبد المؤمن وريت ساقوا ذرا اذكر ماذا العبد ذني خصنا كاش طحي غلبي الشيطان سيني معليش حاجه ثانيه العبد ذني المؤمن اس ديال الشيطان اس ديال وحي سوين يخسر اسيني الساقي الى قا تسمو قرضك ماشي نسلم وتصلصر قدميس اما ذا بك ولا نسلم لا ما هناك السلام عليكم واستراره حاجة ثانية خمم أمشي قلقة تضر ماشي المضرة قيثة مش طوح إلا قيونس ووال يونس وفوس يونس الإشاعة يونس الكذب إلا قساقي لي فيكتيمين يحبوا ساقي إلا قد اكثر ما تضر يون نغسينا لا ضر 20 30 50 100 إلا قرت مديت تصعود 100 لي فيكتيم وسياسة ونداغ اجتهدت ونداغ اكثر وكي غلبي الشط ما ذونا لعبد المؤمن سيني خاط ميس ديو سال ويسوا سيني خاط مورو في غرض نفع وتضرو غرض مو في غرض نفع غير ثماثني ونسلم الله يبارك ما الا مول الزمير غرا غث نفع مقرض المضره وتنصدرو غرا اذن هي ثماث مساله خطيره يروى ان الحسن البصري رحمه الله انا كاسم دي حضره ذي مث يوسايس دورس الشيطان خاطر الشيطان يسعى في بوران سيدي خشم نكائد الشيطان ابواب الشيطان انسى العالم الله يبارك العبد العارف بالله يفاقاس اني سيد يوسف يفاقاس اسني مدي حضره يميث يوسف دور الشيطان الناس نستعرف بك الناس يدوني اني سيد دوسا فقضي وسي غاك تسيم كل ثابور فقضي يعني وكغلي فغاره وكرني غاره نستعرف بك كشني ذي العبد المؤمن كشني العبد التقي كشني العبد كذا يكون ما سيتي تشكير عن طريق النفس خطر الشيطان يسعى او كلينس ذي النفس ما ربي سو تسمس فهما خدمنا الكونترا بيناتهم قال تعاونوا النفس وكذ الشيطان تعاونوا باش ندي تروي العبد لذلك الامام البوصي الله يرحمه يقول القصيده في خدمه شد في الها بزاف يقول بولا شو سينا ان يس وخالف النفس والشيطان واعصيهما فانهما محضاك النصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم إن إيش النفس الأمر بالسوء ثنفسي ثني تسمر نسويني خسرا أكد الشيطان وقذ يعذوني خيسين عص روحك لذلك عن طريق النفس الأمر بالسوء يكون مصاص دي هدروليس أشو يخصن تظل التلا رمضان يلا الزكاة تلا الحجيل كل شيء توفى بيان وثاني قريب دايل قال خير الدنيا معنى اسم عغ سلشان قريب ولكن اشو يبغى الشيطان زعما شو يبغى يبغى في لهي اسي كلخ اسي زهو على خاطر لعب ذي لقى ولا قال ودين لا اله الا الله محمد رسول الله زعما شي هيك في صلاه والسلام ان هيك ميسر وحده الزور غيون ذي سكرات الموت قريبه ذي مث سمك ثيثيد خاطر ثان ذي الحيف ذا القران اما شي لاباس يقلا شي لاباس ولا ماذا مظلو ذي المؤمن مما شي لاباس يقلا هذاين بقى الاخر تسقيد الفاصل تقول لك لاباس يا اخي تولي لاباس الحمد لله ولكن امي دقيقه نيثان قالوا ثلاث مثل النهار ثوار ثوار نزه لذلك الاسلام الناك سمحوا لي بارمي لي دروا د لون حقوق الانسان لعب ذني لا قص الذور ما استخدم الكوراج اش استين سدور تسقوا هذا الفلاني قالك ذي نسلم كش ذي لعب ذي غرانا ولا ربي ذي لعب ذا مظلو افوسيش يخدم الخير اثاريش يروح الجوامع يلسيش ندوالي الهان ام زغيش يسلغ ولا ربي خدمة الكوراج خدمة سيفاد الدم ام ولاش تروي
لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا محمد رسول الله. ولا موري الزميرة راغتي دينيس جيميس على الأقل سوليس ما راه يروح يسلك الحمد لله تجلس على معظم قرآن. لذلك الشيطان يبغى أسينك شيني حوايج ضراك شيني شيني راك لاباس باش يزهو باش يتولى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ذا شو سينا يمي الحمد لله يفاق إنيس أيها اللعين إنيس أتيتني من كل باب فعجزت فأتيتني من باب الغرور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إن يس يا إبليس ثو سيضيد مكل ثابورت فاقغاش سلاذن الربي ثو لا ثو سيضيد فغضي تشوف ذا قندور سلغورور قال لي تزهوض تلهيني راك لاباس لاباس انكيني باش تسوغ لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله فقاسي شوهد إذا كيف مثلا الشيطان والتجارة لا تدع محاربة الشيطان ما دام روحك في بدنك فإنه لا يدع محاربتك أبدا. أريد تجارة كل حرف يذك ولذي لك وقف مرت مرتك يغلب بات بروبلام صاري فنو يونذ يغلب سيد دور الشيطان طفطن أثن يغلي مية ذي غلي يذكر وستظل ثاني محوسيس الحمد لله خمسة انتظل ذقواس يرتزل تزلي ثاني تخدم ضربك يعفون بعد تزلي يا لك ربي فير ما يك لايف ذا ربي عصر روحك سي بوصلوا على ميد هضر قرنا شي ولا ما الا قات عصو مقر عصو ربي مقر ذنب ذي الحقوق نسيدي ربي تخري العبد خلي العبد ضعيف مكشيني لو كان زكا ظلم ضيون في الديسيدي اسي نسمحي بون ما ربي با بروبليم يسي نسمحي كيسمح خاطر ربي حي ربي لا اما ذي العبد بالك كلمه لا نظلم ولا شو غليف أتظلم ذاك مرة شوية مرة ذي لس مرة ذا والذي زي ذاك شوية مرة صاري في الله غالب نكوني بشر أنا كون خدم أرثم قراني نني في حق البشر أثن ظلم الفضل لم قران أثي قرح وليس نزه بعد ما كان قارني مزورة قرنك الجرح يقازي حلو أولي قازي رنو وهر. فبالتالي أسنث دي سيدي رسين روح غاي يسمح يزمر الحالة تفضي يموت أتصوح ظن دا يزدغ أتحوسها في الفلاني أشوف في غير الغرس يا ولدي ظل مخف في غير سينا سمحي. بالمناسبة لن يشرب قذي ثوف انتوبة النصوح ما شاء الله تصرحون لو قذ ظلما أذر الغرس سيد طبطب السلام عليكم أشوف كدي يبين ذي الخير أشوف في غير يا ولدي ظل مخك خذ مغذك كذا وكذا إني غد ذكيون ومسلاي أنشت بذرار ظل مخك سمحي وذمر ربي خير الفضيحة ندوليث والفضيحة الأخرى خطر الدوثي يفضح ربي الخلائق الخلائق. فبالتالي إما يروح العبد لثين يفي موث أسين العبد يفي تسقصيضة ثاني يموث أما تشين يديوغال مكسور الجناح ويموث ذاين إنيكي ونوبس إنيكي عجبا إنيكي مد مكتاب بلين كذبا فذي من فرق يواتي قبل العقل فذي من يحمل الله يبارك ميذ غاد يسيوسها أن نروحها وكان فرق ذاين ذاين ولا شك أنا ملي لك ولا شيني ليك مشكلة يعني تصور كل واحد يتصور سينين كينيت ولا سايغ الراوي وسايغ ثمطوطي وسايغ مولان سايغ خوالتي سايغ عمومي وسايغ كذا ذي زوران يغي الشريكين مية دياسي ونواس والله ما يبقى حتى واحد فوق الأرض وزيد الخيوط قوك هذه يزمن ياك ويوم القيامة وذير والسقا وربي بالله ذي القرآن الكريم إنك يوم يفر سبحان الله ودينا سيني معلش اسمح لي معلش اعتذر لا لا افر فرار اثر ولو هذه وليوني مس اهرب هربت سلك بس ادير مشكله سي بور سا وين يفغان هذه زر الوالدين ديال الاخر هذه زر الراويس ربما في الراويس هذه يخدم الحرام ربما في الراويس هذه يتشي الحقوق جمذانا ربما في الراويس هذه يفغ العقل في الدونيث خاطر ظل حب الله غالب كاينين كاينين ميولا غير يولوزن ذاين يفغي العقل ميم الحلال الحرام هذا خرم ديال مخيو في الدريه يا كيف تزرد خاطر الحمل الطن ولكن ديال سي الواس تنفرقم ذا شو تابوث باش تسميها كرم ديال اخر ضعف ربي ما ضعف ربي تسقوا ذا راه هو هرب الضوء انا وكثاني يثور ما تسعيض هذا يعني ولاش ما ولاش طاع ربي مشكله مثل اللي اهل الجنه وتسقوا ان شاء الله ربي يني اكد القران الكريم اناد ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون
يعني أين ثفغت نفسيتك يلا أين ظلفظ يوجد. هذه مسألة خطيرة جماعة الخير. إلا كان إلا قصنا في القيمة ثم قرانت نتساق نتساق القيمة تصل الأمور إلا قصنا في القيمة التفضيل باش هذه يفنو وسيف القيمة غير الموضوع للنهار يتشاوري مصوثان يتشاوري لزونتربرونور يتشاوري مسنوان يفغى ديرضال يفغى ثعيونان ذلهم يفغى يفنو بلا شك يسهل حق بلا شو غيليف يفغى يخم تجارة الله يعينو يكلي بروجياكي نفكيس نازل إيه البروجياكي الأخر ثلاث كيف كيف ذا شو نكثر لو كان دلفغية هو هرب بلا قدير الشغل الشاغل مما تفني ضخام أتخدم ضا صالة مقر دير في بالك السواغين في قاون أنزل صلاة الجماعة والسنة قزورة ديون المؤمن ذي وهران واحد خمسية مياجي كشماسة خميس فرحة بزاف يخدم يون صالة مقر يخدم أمكان ما كنش ولا كلم حراب يسوي شوية ماشي مثمورها من القاعة عني يرنسا كشوية الفنية يعني يرنس شوية يولد كاع الاعليد شويه يخدم اسدينا شغل الجامع المصحف ديالنا اسيدي الله يبارك القران الله الله اماكن الجامع المعنى يسغسي فينا يسوس عربي في الناس يريد سويا راه امكن يتظليت امكن يتظليت باش تفاميل تاكو هاد من الارتين ماشي ويث خمس واد كل وريث كوزين تواد ونمو يسوس عربي بيان سور ما دونت الله غالب يضيق الله غالب الله غالب الحمد لله هنا الجوامع بشوفي غادي نيغ وكيب نفسه يحمل دلاله أثي دو زور وين نزال لارا تي دو زور تي وسا صالون إن كذا يقيم هذه ولا شغل الجامعة وصلى معناه إشارة يكر وقت نزال ليث ظهر مثلا أذكر نزال الله أكبر الله أكبر هذه نزال تي وراويس وين ما كذا يقيم كي وحدس ماذا المكات يرجو إذا غما يسعى الحي الله يبارك شوية شوية لما يبسينوني كذروح لك من غيث إذا الكيث مثلا التفكير في أمر الآخرة أمر لازم فهاد نوغ الايث مثلا يمدن النغ في التوبه التوبه وين يثوفن ربتي قفل وماذا وين يثوفن يسعى الحق ذي يرجو ربي